ايه بقى الكبده دي؟ مين اللي علمك الكبده الحلوه دي؟ ماما. ماما وماما اسمها ايه؟ اسمها شيماء. شيماء، وبتعرف تعمل اكل ولا نص نص؟ بعرف تعمل. يا شيماء صباح الفل. الو الو، ممكن بس نوطي التلفزيون لو تكرمتي؟ الو السلام عليكم. ممكن نوطي التلفزيون لو تكرمتي؟ الو ممكن نوطي التلفزيون لو تكرمتي؟ الو ممكن نوطي التلفزيون لو تكرمتي؟ حضرتك انا بعيد عن التلفزيون. طب تمام جدا، عشان احنا بس سامعين صوتنا فهيبقى في. اخبارك ايه يا فندم؟ الحمد لله تمام. كله بخير؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم والله كله بخير. ايه القمر والجمال ده؟ ربنا يخليك. ايه الشياكه والذوق القمر في الشعر الكيرلي العسل ده؟ ربنا يخليك من ذوق حضرتك. ربنا يحميها لك، نحن كل اولادنا والله. ربنا الجميل ده مين اللي علمه كبده؟ نعم؟ مين اللي علمها كبده؟ حضرتك؟ هي بتقف معايا في المطبخ. اه بتحب الكبده هي اصلا. ما شاء الله بتحب الكبده؟ برافو، كبده قويه جدا كمان، كلها حديد وبروتين، عشان كده شعرنا حلو وعندنا عضلات. تحب تقولي لماما ايه بقى؟ بحب اقول لها اللي ربنا اللي انا طلبت من ربنا اللي هو يطلعني معاك، وربنا حقق لي كل اللي انا اطلع معاك. يا حبيبه قلبي، ده انا ربنا بيحبني والله عشان اسمع منك الكلام الحلو ده. والله العظيم ده انا ربنا بيحبني عشان اشوفك انت حلو، انت وندى واكرومي وكل الامارات اللي عندك. ربنا بيحبني انا اكتر والله. ربنا يحميك وحبايبي. طيب انا بشكرك يا فندم، شكرا لذوق حضرتك يا فندم، ربنا يحميها لك وانت ربنا يحميكي يا حبيبه قلبي. ايه القمر ده؟ لا يا جماعه انا هعيط من الكلام ده.